متكيي عرايي وغنيي، ويكون اللي انذكر وانقال بطاقة تعريف انكتب عليها اسمها بسجلك يا لبنان. نجوى كرم. نجوى كرم، ليه ثالث مرة ثالثة ثابته؟ بدك تشوفي قد ايه هو عم يفهم على الطاير، يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. حلو المسامحة، شفتي إني بسامح؟ ثالث مرة بتجرحني وما بتعلم. ليه كم مرة؟ كلنا بنحب نحن وصغار، وبتحبي عدة مرات، آخر شيء الحب الأخير بيكون هو الحب الأول والأخير. وبسبب الحب بيصير المطرب شاعر، والشاعر بيصير مطرب. شو الشيء اللي مستعدة تعمليه 100 مرة؟ 100 مرة إني أعمل بروفيت. الزواج كم مرة لازم نعمل؟ هو الأصول مرة. فينا نعمل أكثر من مرة. هلا إذا اضطريتي فيكي تعملي شيء. حرام للضرورة يعني. أحكام يعني. حرام واحد هيك مرة واحدة بالحياة. إيه لا بس حلوة إنه تزبط من أول مرة وتكون حلوة، أحلى شيء. شو ناطرة؟ صار لي عمر عم برسم صور. نجوى كرم ترسم بالحكي صور حلوة، وبتعيش مثل كل اللبنانيين اليوم الحلو واليوم المر. صحيح نحن اولاد اليوم وبنفكر باليوم، بس البكره بيعني لنا. نجوى كرم، علاقتك بالزجل شو؟ وانت على علاقه مهمه بالشعر اللبناني. الغنية اللبنانية لأنها بتعني لي، ولأني أنا موجودة فيها وهي موجودة فيني، فما فيني أفصل حالي عن الزجل اللبناني، أو خلينا نقول الموال اللبناني. صح. بقول لك مثلا قصيدة شروقي يلي هي من كلمات الأستاذ موسى صغيب، يلي أنا بعتبره من الرواد في الزجل اللبناني، واللي هو من زمان مش من هلا، من سنة ال 94 بيقول لي ممنوع تطلعي على المسرح تغني شروقي إلا ما أنا أنظم لك إياه، لأنه هو بيعتبر حاله مدرسة كبيرة بالقصيدة الشروقي. وبهالوقت سألته قلت له أستاذ بدي أطلع على تلفزيون وعبالي أقول قصيدة شروقي من وجع الناس. كانت القصيدة الشروقي اللي أعطيني إياها. نجوى كلمتها كلمة، ولما ما بيرافقها لحن لا دلع ولا ولع. خربت عمرت كبرت زغرت مش سألاني، بس بهالتقرير سألت، خاصمت زعلت ورجعت لانت وصالحت. بدأت القصة بحوار صحافي مع مدير الشؤون الفنية بروتانا سالم الهندي، ناول فيه فشل السي دي الأخير للنجم العربي وليد توفيق وطالبوا بالاعتزال. وليد رد بعنف على صفحات المجلات. نجوى كرم تدخلت للصلحة وما اصطلح شيء وكان ما كان. كيف اليوم نجوى كرم ووليد توفيق؟ ما بدي أقول ما غلطت غلطت، ما رح خلي حدا يعمل بطل على حسابي. يمكن ما قصدت غلط، يمكن تأخرت. نيسان صديقك نجوى وخيي كمان. شو كان دوره بقضية وليد توفيق والخلاف معه؟ عمل دور المصلح أم ولعها؟ أول شيء ولعتها. ما لازم نكبرها كرمال تسمع. أكيد تعترف أكيد لازم، يعني كانت قضية وهو كان أخذ على خاطره، أنت أخذ على خاطري، مفروض كنت حاور وليد توفيق أول شيء، هيك سائبت الحلقات يعني تسلسلة بعدين. مع أنه أنا بعد حلقة وليد تلفنت له وهنيته على الحلقه، قلت له سمعتك للاخر. وانت هو استاذي كمان، يعني انا بحب الاشخاص يلي رافقوني من بداياتي، بحب اعترف بجميلهم، ولانه كان عنده هالجميل علي، ولانه بلا بلا كانت اول اغنيه قدم لي اياها وليد توفيق من الحانه، فحسيت انه لازم اقوم بخطوه ايجابيه تجاه وليد توفيق، وانفهمت غلط مع الاستاذ وليد. أنا حبيت إنه رد له جميل لوليد توفيق بالأشياء اللي عملها بحياته لما وقف حدي بحياتي. السكوب بيتعلق بنجوى كرم، يعني قديه الصداقة بتلعب دورها؟ لا ما بدي إياها تزعل، لا بدي أعمل سكوب. قديه نيشان الإنسان والصديق لنجوى كرم بيتضارب مع نيشان الصحافي؟ هي بتعرف كثير منيح نجوى، وأنا بعرف كثير منيح إنه وقتها نوصل للمهنية نبطل كل واحد بيطلع مطرحه، لانه بالنهايه ما عم بتوجه لنجوى، عم بتوجه لجمهور عريض، في منهم بيحبوا نجوى، في منهم يمكن عندهم غير. احيانا صدقيني لا ريما،
ولا بل لانه ما شفت الناس السؤالات اللي طرحها علي على الهواء. اول شيء اذاني كان بده يجرب ياذيني على الهواء. انت لبست الثوب اللي مش صديقه الفنانه وقال لي حطي عينك بعيني. انا ساعتها قال لي حطيت عيني بعينه مش هيك حطي عينك بعيني بس ليش بس في ناس قالوا لي بعض الاشخاص قالوا لي شوي قسيتي عليه لنشان. قلت له نشان مش كثير بينعطى وجع على الهواء لانه بده يمارس مهنته، له حق علي فعلا اني انا ما اتصلت فيه بالمستشفى وسلمت عليه وسالت عنه بس ما عمري اسات لنجوى كرم ولا لحدا انا انا اكيد ولا هي وهي بتعرف وانا بحبها من قلبي سائلة حضرتك ولو ما بحبها انا ما بحكي هالكلام انا بحبه ويقول اللي بده اياه نجوى انا مسامحك من قلبي وليد انت خيي وانا بحبك قد الدنيا ما في شيء بيبعدني عنك وانت فعلا خيي وانا بحبك نجوى اللي بيروح بيرجع حسب اذا كنت عم تغني له بدك ترجع ولا شو بدك تحدي بحب يرجع بيرجع اذا بدك اذا ما بدك لا خليه يروح ما يرجع شو بدي انا لا بحب كل شيء يرجع ما بحب فيه ربيت ع اغاني بنت بتعرف انه بصوتها في كرة اوف بتهدر بس ما بتعرف لوين بتودي وهو احد رواد الاغنيه اللبنانيه كان بالنسبه لنجوى كرم مثال العطاء والكرم سمير يزبك سمير يزبك اسال علي الليل سمير يزبك زينه لبست خلخاله سمير يزبك خدني معك ودقي يا ربابا سمير يزبك منشوفه بصفحه من ايام العز اذا نحن هالقد بتعني لنا هالغنيه شو بتعني لك لالك لوين تاخدك ويلي ويلي من حب ويلي تاخذني وقت حبيت مرتي غنيت لها اياها؟ طبعا ضليت 5 سنين غني لي اياها بعدين خطفتها لك عملت مفعوله مشو هيك راحت النجوى شو بتعني لك ويلي ويلي وين كنت بوقتها؟ مش بس ويلي ويلي طبعا ايام المدرسه كنا صغار وعينا على مدرسه الاستاذ سمير يلي انا بحبها كثير وما بقدر اخبرك هذه الغنيه قلت له اذا ما بدك تغنيها بدي ازعل كثير دخيلك بحبها كثير الغنيه اخذت حقها لكن سمير يزبك كان لازم ياخذ حقه اكثر من هيك بعد بس هو عنده مشكله الطيران يعني نجوى بتقول قلبي بغرامك طير طيران هو عنده مشكله الطيران بحب يسافر بس بالبر لو بيسافر بالجو كان وصل اكثر كان خرب المسؤوليه نجوى اغاني سمير يزبك قد ايه بتعني لك وخاصه موضوع اللي قدمتي له اياها كتحيه لما غنيت الموال اكيد ما راح اديها احلى من صاحبها هو موضوع لما بنغني شيء لحدا هو من محبتنا بهالانسان بهالمطرب الكبير يلي انا بحبه يضل موجود معنا بصوته بحضوره باغانيه شو هالجرأة اللي عندها انه غنت موال؟ لا بدي اقول بلا قطعا لحديث استاذ سمير مساحة الموال هالقد يعني معروف استاذ سمير انه اللي بده يغني له شيء بده يكون عنده كثير قرار وبده يكون عنده الجواب يعني اسم الله عليه من المطربين النادرين يلي بيتوفر عنده كثير القرار من دون ما يخسر الجواب والعكس فهيدي قدرنا على قد ما مثل بيقولوا كيف غنينا موجوع هي لا قراري ولا جوابي هو قلبك الحلو الكبير اللي خليك تغني هالموال من محبتي لمدرسته الصراحه والمدرسه اللبنانيه الاصيله يعني بعد موجوع فتح سمير يزبك باب الذكريات سهره خاصه ورحت انا والغالي نجوى على السهره يعني اهلنا عاملين عرس وفتحت باب الزلف نجوى وحياة عيوني بعرف لهلا بيقولوا ولاوي سمير الصبوحه كانت معك ما بتقلنا وتشعب الحديث وصلنا لمعالجه البحه فقدم الفنان سمير يزبك وصفه كل 10 دقائق حكي قد 5 ساعات مغنى صحيح وفي هيك شغلات بلديه هيك شويه سمنه حمويه عرفت منيح كيس الحليب ايه مع الحليب مهلبيه مثلا مع القشطه والعسل ساعه زمان اسم الله فتح صوته مثل الامبله سمعتي ألبوم أستاذ سمير سمعك أغنيات منه سمعت يا دايم الدوم سمعت يا دايم الدوم يلي أنا بحبها كتير وبقول سمير يزبك ودايم الدوم يعني غنية رائعة والفن بخير ومنطمن نحس حالنا في سند فني نقدر نحسه أنه الأيام اللي جاية بخير خمسة عشر سنة 15 ألبوم
الأغاني بتتغير، بتكسر الأرض، عفوا بتعمر الأرض، وبيبقى مجهود نجوى وفريق عملها كبير، كبر الحب. وخلال التحضير لهالألبوم كان التعب ممنوع، تراجع ممنوع، المسموح بس السرقة ما تنقذوا. الكاميرا سرقت بعض اللقطات. أنا بسميها الصوت والصورة. صوت جميل، هي حلوة، عندها أداء جميل جدا، وعندها كاريزما. والقليلة من اللبنانيين قليل قليل هاللي محافظين على لبنانيتهم. بقى كل شيء بنقدر نقول لنجوى انه تكمل مثل ما بلشت، والهيئة انه بعدها مكملة على نفس النمط. هذا شيء مهم جدا. التراث اللبناني بعده فيها محل على غير لون، بعدها بتلبس نفس الالوان. برافو عليك يا نجوى، بصوتي وحضوري وادائي. نجوى كرم هي من ابرز المغنيات اللبنانيات، وبقول مغنيه لانه اساسا كلمه مطرب ومطربه مش موجوده باللغه العربيه، هودي اخترعوها بعض النقاط. الايجابيه الاساسيه بصوت نجوى انها قادره على ان تحلق في انواع كثيره من الغناء، مش بنوع واحد، لانه في مساحات كبيره بصوتها. لكن السلبيه الاساسيه انه نجوى لا تحلق الا في نوع واحد، وربما تخشى الانواع الاخرى. لذلك اقول لنجوى مش المطلوب انقلاب، المطلوب فقط مغادره الخوف. نجوى جليسه واجتماعيه من الدرجه الاولى، ومتسامحه وغفوره، وتتعالى على الاحقاد. والله سبحانه وتعالى وهبها صوت قوي وجميل وحلو، وحضور على المسرح كامل. نجوى كرم بتحب بلدها والاغنيه اللبنانيه، وهمها تنشرها بكل الدول العربيه وبكل العالم. ما بذكر زرت مدينه بالعالم الا ما شفت جمهور نجوى كرم هو الجمهور الثابت، عم حبتها وما بيتركها ابدا. ونحن شعراء الزجل بلبنان بنفتخر ان نوقف حد فنانه لبنانيه كبيره تحمل هم التراث معنا وتنشر الفن اللبناني بكل العالم. ما في شك انه صوت نجوى من اجمل الاصوات في العالم العربي. صوت كتير حلو ما شاء الله، طلي مميزي، طلي محببي. انا بعتبر نفسي من كبار المعجبين بالست نجوى، لانه بصوتها في بحة هيك تشعرني كاني عم شوف هالمخمل اللي بيفرشوا فصل الربيع بسهل البقيع، هالمخمل الاخضر. بسمع احيانا بصوت نجوى، ببحة نجوى، بسمع شوي خرير البردوني، وبسمع كذلك الامر مواويل، احيانا مواويل العرايش بكروم زحلي. عزيزتي نجوى الله يوفقك والله يخليها الصوت.